أعلنت بالعاصمة السعودية الرياض تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، ضمت 24 وزير برئاسة معين عبد الملك عقب الانتهاء من إعادة تموضع القوات العسكرية وفق اتفاق الرياض في شقه العسكري. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بعد مرور عام على توقيع اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن اليوم تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب عقب الانتهاء من إعادة تموضع القوات العسكرية وفق اتفاق الرياض. سلسلة مفاوضات عسيرة رعتها المملكة العربية السعودية في الرياض طيلة 13 شهرا تمخض عنها أخيرا تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 24 وزيرا من مختلف القوى السياسية، حيث احتوت على 13 وزارة من المحافظات الجنوبية، فيما حصدت المحافظات الشمالية 11 وزارة، وبرئاسة معين عبد الملك الذي احتفظ بمنصبه رئيس للوزراء بتزكية سعودية. إعلان حكومة المناصفة يعد أول انتصار سياسي للجنوبيين منذ حرب صيف 94 التي جاءت بعد 4 أعوام من الوحدة بين الدولتين. واليوم يصبح الجنوب طرفا رئيسيا وشرعيا داخل الحكومة الجديدة بعد 26 عاما من الإقصاء والتهميش للقضية الجنوبية وفقا لمراقبين. إعلان الشراكة السياسية من شأنها أن تعزز دور المجلس الانتقالي الجنوبي وتطور من أداء قواته الأمنية وفتح آفاق أوسع في الشراكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وفي الجانب الآخر ينتظر حكومة المناصفة ملفات في غاية الأهمية على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي والعبور بالوطن إلى بر الأمان في ظل أزمات تعصف بالمواطن داخل البلاد.